السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 5 أشياء جديدة يمكن لهاتفك الاندرويد القيام بها. يجب أن يصبح هاتف الاندرويد الخاص بك أفضل وأكثر فائدة بمرور الوقت، حتى أثناء انتظار وصول آخر تحديث لنظام التشغيل، مثل مشاركة الأجهزة المجاورة التي تم الإعلان عنها مؤخرا والتي تدعم الأجهزة التي تعود إلى اندرويد 6. فإننا نبني ميزات جديدة تعمل على تحسين تجربة مليارات الأجهزة حول العالم. اليوم نقدم لكم 5 ميزات جديدة لهاتفك الذي يعمل بنظام التشغيل اندرويد لمزيد من الأمان والنوم المريح وغير ذلك. الميزة الأولى، وفر الثواني الثمينة أثناء الطوارئ. لا يمكن لهاتفك الذي يعمل بنظام التشغيل اندرويد إخماد حريق، ولكن يمكنه تقديم المساعدة عاجلا مع خدمة تحديد الموقع في حالات الطوارئ ALS التي تعمل بنظام اندرويد والتي أصبحت متاحة الآن لأكثر من 800 مليون شخص في 29 دولة. منذ إطلاق هذه الخدمة، خدمة ALS في عام 2019، عملنا مع مسؤولي السلامة العامة المحليين لتقصير أوقات الاستجابة للطوارئ حول العالم من خلال تحسين الوصول إلى معلومات الموقع الدقيقة. الآن يمكن لهاتفك الذي يعمل بنظام الاندرويد مشاركة إعدادات لغة جهازك عند الاتصال برقم الطوارئ المحلي أينما كان ALS متاحا. لذلك إذا كنت لا تتحدث اللغة المحلية، فيمكن لمشغلي الطوارئ الحصول على المترجم المناسب عاجلا وإرسال المساعدة التي تحتاجها. يتوفر اندرويد ALS على الأجهزة التي تعمل بنظام الاندرويد 4 فما فوق والإصدارات الأحدث مع تثبيت خدمات جوجل بلاي. الميزة الثانية، احصل على تنبيه للزلزال من حولك. يمكن الآن لهواتف الاندرويد حول العالم اكتشاف الزلازل باستخدام نظام اندرويد Earthquake Alert System، مما يؤدي إلى إنشاء أكبر شبكة للكشف عن الزلازل في العالم. للبدء سيؤدي هذا إلى الحصول على معلومات زلزال أسرع وأكثر دقة عند البحث عن زلزال بالقرب مني في بحث جوجل. سيتوفر نظام اندرويد Earthquake Alert System على الأجهزة التي تعمل بنظام اندرويد 5 فما فوق والإصدارات الأحدث. وإذا كنت في أمريكا أو كاليفورنيا، فستتلقى الآن تنبيهات بشأن الزلازل المدعومة من Check Alert مباشرة على هاتفك الاندرويد. الميزة الثالثة، إنجاز المزيد في السيارة. أثناء القيادة تعتمد سلامتك على إبقاء يديك على عجلة القيادة وعينيك على الطريق. مع التحديثات الجديدة على اندرويد اوتو يمكنك متابعة يومك دون الحاجة إلى إلقاء نظرة على هاتفك. ألقي نظرة سريعة على جدولك اليومي على شاشة عرض سيارتك باستخدام تطبيق التقويم الجديد. ببضع نقرات من حدث التقويم احصل على الاتجاهات إلى مخبز حيث طلبت كعكة عيد ميلاد هذه، أو قم بإجراء مكالمة هاتفية سريعة لإخبارهم بأنك ستصل قريبا. وباستخدام تطبيقات الإعدادات الجديدة يمكنك إدارة تفضيلات اندرويد أوتو مباشرة على شاشة عرض سيارتك. الميزة الرابعة، استرح بهدوء دون انقطاع. فيديو لعلامة التبويب وقت النوم في تطبيق الساعة. هل تتذكر أن الوقت عند التحقق من أحد الإشعارات تحول إلى البقاء مستيقظا لمدة ساعة بعد وقت نومك؟ نراهن أنك لست سعيدا جدا، لذلك أنشأنا وضع وقت النوم لتذكيرك عندما يحين وقت النوم والحد من المقاطعات عن طريق الحفاظ على هاتفك مظلما وهادئا أثناء النوم. الآن مع إضافة علامة التبويب وقت النوم في الساعة، يمكنك الحفاظ على جدول نوم ثابت وتتبع وقت الشاشة في الليل والنوم على أصوات هادئة من كالم إن سبوتيفاي ويوتيوب ميوزيك والمزيد. وإذا كنت تخشى الشعور بالدهشة من المنبه، فيمكنك الاستيقاظ بلطف أكثر من الإشارات المرئية من سانرايز ألارم والأصوات أو الأغنية المفضلة لديك. علامة التبويب وقت النوم في تطبيق الساعة متاحة الآن للأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل اندرويد 6 فما فوق. بالنسبة للأجهزة التي تم تثبيت ديجيتال ويلبينج عليها، قم بتشغيل وضع وقت النوم في إعداداتك أو جدولته مباشرة من تطبيق الساعة. الميزة الخامسة،
بالمرصاد يجعل العالم المادي أكثر سهولة. نقدم ميزات جديدة إلى لوكاوتس، وهو تطبيق يستخدم رؤية الكمبيوتر لمساعدة الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر على إنجاز الأمور بشكل أسرع وأسهل. تم تصميم هذا التحديث مع مجتمع المكفوفين وضعاف البصر من أجلهم، ويطلق وضعين جديدين وتصميم يسهل الوصول إليه. الآن يمكن لوكاوت مسح المستندات الطويلة وتحويلها إلى نص يمكن قراءته، وتحديد المنتجات من ملصقات الطعام الخاصة بها، كما أنه أكثر توافقا مع برامج قراءة الشاشة، ويتضمن أيضا التوسع في اللغات والهواتف الجديدة والفلاش التلقائي والمزيد. قم بتنزيل لوكاوت على جوجل بلاي اليوم، وهو متاح لجميع الأجهزة التي تزيد عن 2 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، والتي تعمل بنظام اندرويد 6 والإصدارات الأحدث. أتمنى أعزائي الكرام أن يكون فيديو اليوم قد نال إعجابكم. 5 أشياء جديدة يمكن لهاتفك الأندرويد القيام بها في عام 2020. كيف وجدتم هذه الأشياء؟ أنتظر تعليقاتكم ضمن التعليقات، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. لا تنسوا دعمي بالضغط على زر لايك والضغط على زر اشتراك وتفعيل زر الجرس كالعادة لكي تحفزني لكي أقدم المزيد. مع السلامة.